السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة في درسنا لهذا اليوم، وهو نمو السكان للجغرافيا السكانية أجا 312. يتوقع من الطالب أن يعرف رقم 1 النمو السكاني في الماضي والحاضر، 2 أن يفسر الطالب تباين النمو السكاني في العالم، 3 أن يبين الطالب لماذا المعمورة مهددة بالاكتظاظ السكاني. ننتقل للنشاط الأول من خلال المستندات التي أمامك. مستند رقم 4 الذي يبين تضاعف عدد سكان العالم خلال الحقب التاريخية. مستند رقم 5 الذي يبين تطور عدد السكان منذ العام 6500 قبل الميلاد بالمليون نسمة. اقرأ المستندات بتمعن ثم قارن بين النمو السكاني في الماضي والحاضر. سوف نتعرف على إجابة النشاط الأول. أولاً، النمو السكاني في الماضي كان بطيئاً وغير منتظم، يرتفع حيناً ويتدنى أحياناً بسبب الأوبئة والمجاعات والحروب التي شهدها العالم. 3، يحتاج التضاعف السكاني مدة طويلة بلغت حوالي 15 قرناً. أما النمو السكاني في الحاضر فاتسم النمو السكاني بسرعة، قصر المدة الزمنية لتضاعف السكان 40 سنة، الحجم السكاني الكبير فمن المتوقع أن يصل إلى 8206 مليون نسمة عام 2025 ميلادية. النشاط الثاني من خلال المستند 7 الذي يبين توقعات عدد السكان في بعض البلدان عام 2025، فسر تباين النمو السكاني في العالم. سوف نتعرف على إجابة النشاط الثاني. عرف القرن 19 بالعصر الذهبي للنمو السكاني في أوروبا لكون القارة لم تشهد في ذلك الوقت مجاعات أو حروب مدمرة، كما ارتفعت معدلات الولادات وتدنت معدلات الوفيات. لذلك شهدت هذه الفترة هجرة الأوروبيين بعشرات الملايين إلى العالم الجديد. أما في القرن العشرين توقف النمو السكاني في أوروبا أثر الحربين العالميتين اللتين سببتا نسفاً بشرياً هائلاً وتدنياً لمعدلات الولادات، وأخذ عدد السكان في بعض بلدان أوروبا في التراجع مثل الدنمارك وألمانيا والمجر، ونعتت هذه الظاهرة بالطاعون الأبيض فتحولت أوروبا قارة تجذب المهاجرين. شهدت البلدان المتطورة تراجعاً واضحاً في نسبة مساهمتها في سكان العالم،
تحتفظ الكثير من البلدان النامية كتنزانيا وزامبيا وساحل العاج وغيرها بمعدلات نمو تتراوح بين 3.5 و4%. ننتقل الآن للنشاط الثالث من خلال مستند 9 الذي يبين التغذية في العالم استناداً إلى معطيات منظمة الفاو، وبالرجوع إلى اللي هو مفتاح الخريطة أجب عن الأسئلة التالية. رقم 1، كم يبلغ معدل الوحدات الحرارية للفرد في مملكة البحرين؟ علماً بأن اللون البنفسجي القامج يمثل مناطق جوع حادة. السؤال الثاني، ما هي الدول التي تعاني من جوع حاد؟ ننتقل إلى إجابة النشاط الثالث. السؤال الأول، معدل الوحدات الحرارية للفرد في مملكة البحرين بلغ 2250 إلى 2500 وحدة حرارية للفرد في اليوم. أما الدول التي تعاني من جوع حاد فتتمثل في السودان، تشاد، موريتانيا، بنغلاديش، البرازيل، مالي، النيجر، السنغال، إثيوبيا. ننتقل إلى النقطة الأخيرة في الدرس، هل الاكتظاظ السكاني يهدد المعمورة؟ سوف نتعرف على الإجابة معا. سوف يرتفع عدد سكان العالم بعد قرن إلى 29 مليار إذا استمر معدل النمو السكاني على ما هو عليه. النقطة الثانية، يؤدي النمو السكاني إلى شح في الموارد. أضف إلى ذلك هناك شعوب كثيرة تعاني من مشكلة سوء التغذية. أما الاتجاه الآخر فيرى أن العالم يهمل 3 حقائق أساسية، وهي رقم 1، لم يستقل البشر حتى الآن القسم الأكبر من موارد المعمورة. النقطة الثانية، ما يزال التبادل الاقتصادي ناقصاً بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. أما النقطة الأخيرة، ما تزال مناطق العالم ترزح تحت العبء السكاني بينما تعاني مناطق أخرى من نقص في السكان. انتهى الدرس لهذا اليوم، تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد.